الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نلخص في هذه الليلة المواضيع قلناها طيلة الشهر في كلمة مربوطة بهذه الآية. الكلمة هي الدين. الدين إذا الإنسان تمسك به هذا إنسان مثالي يعيش سعيدا ويسعد الآخرين. والصلاة للدين، والصوم للدين، والحج للدين، والاعتقاديات كلها للدين. والذين يرثون الأرض أخيرا وهم العباد الصالحون هم المتدينون. يجب علينا أن نتزود من شهر رمضان بالتملي من الدين، وحتى يكون هذا وقودا لنا يدفعنا إلى الأمام في سائر السنة حتى يأتي شهر رمضان جديد بإذن الله تعالى. ما فائدة الدين؟ فائدتان. فائدة في الآخرة، وهذا شيء معروف ولا نريد الآن أن نتكلم حوله، وفائدة في الدنيا المعاشة التي نعيشها ونكون فيها. فائدة الدين ثلاثة في الدنيا، نلخصها بمقدار الوقت. الأول الإطمئنان النفسي، كما في القرآن الحكيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان غير المتدين لا إطمئنان نفسي له، حتى إذا كان رئيس أكبر حكومة في العالم. إطمئنان نفسي فراغ روحي عند هذا الإنسان. المال والمنصب والجاه والزوجة والسيارة وما أشبه لا تملأ الفراغ الروحي. الدين هو الذي يملأ الفراغ الروحي. الإنسان غير المتدين قلبه هواء، ليس له متكأ، خصوصا في الشدائد. إنسان سجن وجردت عن صلاحياته الاجتماعية المادية ما أشبه، لنفرض هذا الإنسان حكم عليه بالإعدام، أي مستند له في هذا الوقت؟ الدين وحده والله وحده. غاندي هذا الزعيم المشهور الهندي الذي حرر الهند من الاستعمار البريطاني يقول في كتابه، وأني أوصي الشباب بقراءة كتابه، لأن كتاب هذا الرجل في الحقيقة كتاب ملهم. أني شخصيا أعتقد أنه مسلم، لأن تلميذين من تلاميذه قال إنه أسلم، أحدهما رئيس الجمهورية الهندية السابق راجندرا برازاد، والثاني محمد علي جناح الرئيس السابق لباكستان. هذان في كتابيهما يشهدان بأنه صار مسلما لكنه ما كان يظهر إسلامه خوفا على حركته. إذا مسلم أو كافر ما علينا. هذا يقول في كتابه، واسم كتابه قصة تجاربي مع الحقيقة. في هذا الكتاب يقول: لولا الله والاعتماد على الله لكنت مجنونا منذ زمان. في كتابه قصة تجاربي مع الحقيقة،
هذا الرجل الذي تمكن أن يخلص 500 مليون إنسان، كلش هذا شخصية. هذا يقول لولا الله والاعتقاد بالله لكنت مجنونا منذ زمان. أما الاعتقاد بالله سند. إذا الإنسان وقع في مشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو عائلية أو مرضية أو أي مشكلة، من يخلصه؟ عنده مال كثير وعنده جماعة كثيرة، لكن المشكلة لا تحل بالمال والجماعة. هناك قوة تتمكن من حل المشكلة هو الله. الاطمئنان النفسي، بوذر جمير هذا الرجل الحكيم المشهور المشهور سجن ذات مرة في سجن مظلم مرطوب، فجاءه إنسان ورآه جالس في سجن مظلم مرطوب لكنه كأنه ليس في السجن، تعجب منه. قال أيها الحكيم إني أراك في حالة طبيعية وقد نزعت عنك المناصب وأنت في سجن مظلم مرطوب. وذر جميل ضحك وقال إني أستعمل يوميا حبا مركبا من أشياء، هذا الحب هو الذي يبقي علي صحتي وبشاشتي ونفسيتي. الرجل تلحف، ما هي هذه الحبابي وهذه الأجزاء؟ قال ما هي؟ قال هي أولا التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا رجل قبل الإسلام. والشيء الثاني الصبر، الصبر مفتاح فرج. والشيء الثالث أني أعلم أن كل حال يزول. تبقى حالة، بقاء الحال من المحال. شاهدنا في الكلمة الأولى له التوكل على الله. الشيء الأول الذي ينفعنا الإيمان بالله والدين، والذي لأجله صمنا وصلينا وخمسنا وزكينا وحججنا وذهبنا إلى زيارة الحسين وصنعنا كل هذه الأمور، الدين الذي يسبب الطمأنينة في النفس. ولذا في الحقيقة إذا أردت أن تخدم إنسانا أكبر خدمة ازرع في نفسه الدين، لأنك تجعل هذا الإنسان جبلا أمام الكوارث وأمام الأحداث. هذا هو الشيء الأول، الدين الذي يسبب الطمأنينة. الشيء الثاني الذي يسببه الدين إصلاح الحياة تلقائيا. يعني شنو؟ هذا يحتاج إلى شوية شرح نشرح. يعني أحياناً أنت رجل خطيب أو واعظ أو مبشر أو مؤلف أو مذيع أو مدرس وترشد الناس وتهديهم بصوتك، هذا نوع. أحياناً لا، أنت لا تتكلم أبداً، وجودك يشع الخير. هذا المصباح يتكلم أبداً، وجوده يشع الخير. الإنسان المتدين قلبه الطيب ونفسه الطيبة، هذا تلقائيا يشع في المجتمع الخير كالمصباح. ثبت علميا، وذات ليلة قلنا ولا نريد الإعادة، ثبت علميا أن الإنسان المتدين الطيب النفس يخرج من قلبه شعاع، من نفسه شعاع، من عقله شعاع، أمواج. ماكو أمواج كهرباء؟ ماكو أمواج الجاذبية؟ ماكو أمواج البحر إذا ألقيت فيها حجرا؟ الإنسان المتدين تلقائيا من مخه يخرج أمواج، هذه الأمواج مصلحة للمجتمع، مثل أمواج الشمس المصلحة للنبات والحضارة.
كلكم سامعين تقولون أوقع في قلبي كذا، أو على اللغة الإيرانية ميگن بقلبم برات شد. برات شد كدومه؟ هو الأمواج. الآن ثبت علميا توارد الخواطر، يعني أن شاعرا يجلس هنا في الكويت ينظم قصيدة شعرية، هذه تعطي أمواج. أمواج فالشاعر في الاتحاد السوفيتي أو في الصين أو في نيويورك يتلقى الأمواج والنفس الشعر يقوله. هذا فرد مدة كانت مشكلة علمية حتى حل العلم مشكلته وقال إنه توارد الخواطر. فرد واحد يصل إلي، كلنا رأينا هذا الشيء، ويقول كان بنائي أن أذهب معك إلى المستشفى الأميري لزيارة فلان. أنت تقولي أنا وقع في نفسي هذا، شنو هذا؟ لأنه هو موج قلبه فوصل إلى قلبه. وقلنا ذات مرة المؤرخون ذكروا أن الرسول لما كان ينزل عليه الوحي من السماء الذين كانوا حوالي الرسول آيات القرآن تنقش في قلوبهم أمواج قبل أن ينطق الرسول. ولذا الرسول أحيانا كان يقرأ الآية، الشخص الكاتب يقرأ بقية الآية، الرسول ما قرأها بعدها، والرسول يصدق ويقول هكذا. هذا موج من قلب الرسول، لما الوحي ينزل على قلب الرسول يموج أطرافه، موج، موج القلب، ومو لازم أنت تراه وأنا أراه. الأمواج حقيقة واقعية كان في السابق نعتقد بها إيمانا والآن نعتقد بها إيمانا وعلما. العلم كشف عن هذا الشيء. الإنسان المؤمن المتقي هو هذا صفته، يعني أنه تلقائيا يعطي خير للمجتمع، تلقائيا ما يتكلم أبدا. موسى بن جعفر وهو في السجن لكن يعطي الخير. المؤرخون ذكروا وراجعوا أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه المؤرخون المحققون حققوا لماذا أن أنوشروان الملك الإيراني صار رجلا عادلا بينما قباد أبوه وبعض عائلته كانوا ظالمين إلى أبعد الحدود. المؤرخون ذكروا إن ولادة رسول الله سببت في الكون موجة من الخير، ووصل موج الخير إلى قلب نوشروان فجعله عادلا. راجعوا الكتب التاريخية، موج رسول الله بعد هو مناطق وبعد هو صبي يرتضى عند حليمة السعدية، لكن موجه وصل إليه وعدله. ولبعض الشباب أن يقولوا فلماذا موج رسول الله لم يعدل أبا جهل وأبا لهب؟ صحيح. هل تعلمون أن القابلية للمحل شرط؟ المطر ينزل من السماء، لكن هذا المطر في الأرض الخصبة الحسنة تعطي النبات والجمال والروعة والشذا والعطر، ونفس هذا المطر يقع على العفونة فتزداد عفونة، ونفس هذا المطر يقع على أرض سبخة فتعطي الشوك. والعلماء القدامى كانوا يقولون، ولا أعلم في الحقيقة هل يؤيدهم علماء الحديث أو لا لأني ما تتبعت هذا الشيء، يقولون إن الصدف في بحثكم موجود، هذا الصدف لما ينزل المطر في الصدف يصبح ماذا؟ لؤلؤ. ونفس المطر ينزل في فم الحية فيصبح ماذا؟ سم. الرسول له فاعلية لكن يحتاج إلى قابلية. الرجل القابل تلقى، والرجل غير القابل لم يتلقى، لا أكثر من هذا ولا أقل. الرجل القابل يتلقى والرجل غير القابل لا يتلقى، هذا شيء تلقائي وطبيعي. يذكر المؤرخون في أحوال نفس هذا أنوشروان، يقولون إنه ذات مرة ضاع في الصحراء والتجأ إلى خيمة فيها امرأة وبنت فطلب الماء،
قالت المرأة لبنتها اذهبي واحصري له قصب السكر. فذهبت الفتاة وعصرت قصب السكر في خوزستان، وجاءت إلى هذا الرجل الذي لا يعرفونه وهو في الواقع الملك أنوشروان. فلما شرب أنوشروان قال: هذا الماء من عصارة كم قصب؟ قالت: من عصارة قصب واحد من السكر، لأن كما تعلمون السكر يصبح في القصب، كما أن قسما من السكر يؤخذ من الشوندة. فكر أنوشروان في أن يجعل ضريبة على قصب السكر لكثرة وارده، وبقي إلى غداء، وفي الغداء طلب الماء وجاء إليه بالماء أقل حلاء. سأل: لماذا هذا الشيء؟ الفتاة توجه إلى أمه وقالت: يا أمه، إن قلب السلطان تغير علينا، القصب الواحد من السكر كان يكفي لحلاء إناء، بينما اليوم عصرت قصبتين وصار الحلاء أقل. هذه قصة مذكورة في التاريخ، وإني لا أكفل أنها صحيحة أو غير صحيحة، لكن هذا واقع. الأمواج للإنسان الشرير شريرة، والأمواج للإنسان الخير خيرة. لذا الآن فرشي مشاهد عندنا جميعا، إننا إذا رأينا إنسانا طيبا ما نعرف أبدا، نحب بمجرد الرؤية، كيف أحببته؟ وأحيانا نرى إنسانا قاتلا واقعا سفاكا مجرما لا نعرفه من قبل، بمجرد أن نراه نكره. لماذا كرهته؟ يقول: قلبي أوحى لي هكذا. لماذا قلبك أوحى إليك؟ السبب أن هذا الإنسان الشرير أعطت أمواجا سيئة فوصلت إلى قلبك، وتلقائيا أنت كرهته، وتلقائيا أنك أحببته. قبل 10 سنوات ونحن في كربلاء، الصحف كتبت فريد قصة غريبة جدا. القصة أن فتاة في الاتحاد السوفيتي في موسكو، هذه الفتاة تحرك البرتقال والتفاح وما أشبه من على الميز بسبب أمواج عينها، بسبب النظر. الاتحاد السوفيتي لا يؤمنون بالله وكلكم تعلمون، لكن يؤمنون بالأمواج، يعني أنه يخلون فرد تفاحة على الميز وهذه الفتاة تنظر إلى هذه التفاحة نظرة قوية، وإذا بالتفاحة تتزحزح من مكانها. كيف هذا الشيء؟ العين لها أثر. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. الله يقول للرسول: هذول الكفار بسبب عينهم قريب أن يزلقوك، زلق تزليق. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وأكو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، حق عين، عين فلان يقولون ضربوه بالعين، هذا واقع. ولعل نصفكم عندكم تجارب، خصوصا الكبار والشيبة وكبار السن في الداخل من النساء، أن فلانا ضربوه بالعين ففشل، أن فلانا ضربوه في العين فمرض، هذا واقع. وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العين لتدخل الرجل القبر والبعير القدر. يعني فرد رجل صحيح سالم يمشي، فرد واحد يضربه بالعين يمرض ويموت ويدخل القبر بسبب عين هذا الرجل أو هذه المرأة. وأن البعير كان سالم يمشي، وإذا واحد ضربه بالعين فذبحوه وأدخلوه في القدر بسبب عين هذا الرجل. أمواج موجودة، أمواج. الآن أكو فرد مبحث في الدنيا، وما أدري أي الشباب قارين هذا المبحث أو ما قارين، لأن المبحث حديث، كلكم قارين: المادة الجامدة ثم المادة السائلة وثم الغاز. لنفرض الحديد
مادة جامدة، جئنا بها وجعلنا هذا الحديد في البوتة في النار، شنو يصبح الحديد؟ يصير زائد، كلكم تعلمون. وبعد ذلك إذا أضغطنا على الحديد بالنار وبالنار وبالنار أصبح الحديد ماذا؟ غازا. هذا إحنا ما شايفين، إحنا شايفين غاز الماء يعني البخار، غاز النار يعني الدخان، أما غاز الحديد إحنا ما شايفين. العلماء يقولون إن الشمس الحديد فيها غاز في حالة الغازية. هذه ثلاثة أشياء في كل كتب المدارس موجودة. الآن العلم الحديث اكتشف شيئا رابعا، الشيء الرابع شنو؟ الأمواج، يعني الحديد، وبعد الحديد يصبح سائلا، وبعد السائل يصبح غازا، وبعد الغاز يصبح موجة، أمواج، أمواج طاقة، الطاقة. الآن العلماء يقولون أنا لا أتكلم، بشنو أتكلم؟ الكلام مو عبث، هاي طاقة. الطاقة من أي شيء تولدت؟ الطاقة تولدت من الخبز واللحم التي أكلتها في السحر، الطاقة ولا من أين؟ يحتاج إلى وقود، وقوده الخبز واللحم. وأنت الذي تسمع، بأي شيء تسمع؟ العلماء يقولون، علماء الحديث يقولون أنت أيضا تسمع بالطاقة التي ولدت فيك في أثر الموز والبرتقال واللبن الذي أكلته البارحة، يعني تحول الموز إلى سماع، تحول البرتقال إلى نظر، تحول اللحم إلى شم، استشمام، الطاقة، وتحول الخبز إلى كلام. ما أدري أيكم جربتم هذه التجربة، والتجربة بسيطة جدا، ولعل أكثركم مجربين هذا الشيء. إذا وقفت في الشمس في الشتاء وقربك حائط، وإذا ترى كالدخان يصعد من جسمك، شنو هذا الدخان؟ هاي طاقة. هذا هو التفاح والبرتقال والموز والعنب والخبز واللحم التي تحولت إلى طاقة، لا أكثر من هذا ولا أقل. هذني طاقات، يعني الآن أنا أتكلم بالمادة وأنت تسمع بالمادة، وهو يرى بالمادة، وذلك يستشم بالمادة، وذلك يلمس بالمادة، المادة المتحولة إلى طاقة. وعلماء اليوم يقولون، علماء الفيزياء، يعني الآن أكو مدارس في الاتحاد السوفيتي أكو، وفي أمريكا أكو مدارس خاصة لهذا الشيء، ما أدري قرأتم في الصحف وما قرأتم، لأن هذا جديد جديد كلش. يقولون العلماء يفكرون في أنه يتمكنون من إرجاع الطاقة إلى المادة، هم يتمكنون من إرجاع الغاز إلى السائل والسائل إلى الجامد، لكن هل يتمكنون من إرجاع الطاقة إلى المادة؟ يعني نأخذ نور الشمس ونجعل نور الشمس حديدا، نجعل نور الشمس ذهبا، نجعل نور الشمس ألماسا، هل نتمكن من هذا الشيء؟ الآن أكو مدارس ملحة حول هذا الموضوع، فالعلماء يقولون، علماء الغرب والشرق يقولون إذا وصلنا إلى هذا الشيء، وإذا بالعلم يقفز إلى الأمام 100,000 سنة، يعني أنه التدرج الطبيعي للعلم يجب أن نصل إلى هذه الحقيقة بعد 100,000 سنة. أما إذا تمكنا من تحويل الطاقة إلى المادة، إذا تمكنا من هذا الشيء، وإذا بالعلم يقفز إلى الأمام 100,000 سنة، وفي يوم القيامة الله نفس الشيء يصنع، إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله يأخذ كلامي يجعله بشر، هذا هو مادة يحول إلى طاقة، طاقة يحول إلى مادة. الله يأخذ سماعك ويحوله، لأن سماعك أيضا طاقة. الإنسان في يوم القيامة تتحول كل ما عمله وتفكره إلى مادة،
حتى اكو في الحديث انسان ياتي مع الانسان في قبره جميل طيب الريح، الانسان يقول له من انت يا هذا رحمك الله الذي انقذتني؟ يقول انا صلاتك، تحولت الطاقه الصلاتيه الى انسان. والاخر يقول انا صومك، والاخر يقول انا برك، والاخر يقول انا زكاتك، جئناك حتى نساعدك في هذا الموقف الحرج، جئناك نساعدك. صلاه اللي صليت بالليل وكل انسان ما شاف الان رب مفعوله، وصومك الذي صمته في هواء حار وكل احد ما يشوف وماي موجوده ما شربت، هذا الله لا يضيعه. اقف الاحاديث الصدقه هذه شانها، الصدقة اللي صدقتها هذا يحول بينك وبين البلاء، لا يتسربوا إليك وأنت لا ترى، أنت لا ترى الآن، أنت ترى الصورة التلفزيونية في هذه الغرفة أبدا ما ترى، لكن واقعا الآن في هذه الغرفة أقلا 6 صور تلفزيونية موجودة، جيب آلة تلفزيون يأخذ الآن في هذه الغرفة أقلا 100 صوت دار الإذاعات العالمية موجودة، أنت تسمعها أبدا ما تسمعها، وإنما جيب الجهاز يسمى بالراديو يأخذ. والآن أنت لا ترى صحيح، أما هذا الشيء الزنا والعياذ بالله والصلاة والصوم وشرب الخمر والكذب والصدق والأمانة والخيانة كلها تتجسد ويأتي يوم القيامة إليك. وفي حديث في يوم القيامة الإنسان في مخاوفه و صعوباته يرى إنسانا جميلا يأتيه يدله على الطريق، هنا طريق هنا طريق هنا مو طريق، لأن الآخرة مظلمة يوم القيامة مظلم، فيقول من أنت رحمك الله؟ يقول أنا القرآن الذي كنت تقرأه. راجع الأحاديث شوفوا هذا أيده العلم. فإذا قلنا أن الإنسان الخير هو بنفسه مصلح حتى إذا ما تكلم، هذا شيء أيده العلم وأيده الحقيقة. أكو أحد العلماء والوزراء والشعراء في نفس الوقت، وأرجو الشباب أن يقرأوا تاريخ هذا الرجل، لأن هذا رجل عظيم عظيم عظيم. اسم الرجل الصاحب ابن عباد، هذا من الوزراء ومن الشعراء ومن العلماء في وقته وفي زمانه، ورأيت في تاريخ أن كتبه كتبه العلمية في نفس الوقت اللي هو وزير عنده مكتبة كبيرة وعلم كثير وديوان شعر، أن كتبه تحملها 700 بعير، يعني على أقل تقدير فرد 250,000 كتاب، لأن 700 بعير وكل بعير على أقل تقدير يحمل 200 كيلو 300 كيلو 400 كيلو، لأن البعير تسمى سفينة الصحراء. هذا الرجل كان من عادته أن يعطي كل ليلة صدقة ولا ينام إلا أن بعد أن يعطي الصدقة، كان يعطي في كل ليلة صدقة قبل أن ينام. ذات ليلة شاتية نام، وبعد النوم تفكر أنه في وقت متأخر من الليل، طبعا عن وزير كبير شخصية عنده ديوان علماء تفاصيل يجب أن تقرأوها، ففكر أنه لم يعطى هذه الليلة صدقة، جعل يده في جيبه ما عنده شيء، في الجيب الثاني ما عنده شيء، خادمه صاحه نائم ما عنده شيء يعطي صدقة، ففكر في أنه يعطي لحافه صدقة، وليلة شاتية فكر قال له أنا عادتي في كل ليلة أعطي صدقة وأنام ولا أترك هذه العادة في هذه الليلة. أخذ لحافة ذهب إلى الشارع، رأى فقير، فقراء تعلمون في كل مكان ينومون في الشوارع أو على أفنية المساجد، رأى فقير أعطاه اللحاف، والفقير دعا له ولا يعرفه، ورجع إلى داره ونام وغطى نفسه بشيء أخف من اللحاف، هم شوية استبرد لكن لا بأس نام. الصبح قام، الصبح قام الخادم لما جاء يريد جمع فراشه، وإذا يشيل المخدة يرى تحت المخدة ثعبان سوداء ملتف على روحها نائمة تحت مخدة. قال يا وزير تعال، شاف الثعبان منظره يؤول،
قال سجد الوزير شكرا وقال الحمد لله الذي دفع البلاء عني بالصدقة. ادفع البلاء بالصدقة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول وصنائع المعروف فإنها تفي ميتة السوء. الموت بالاصطدام والعياذ بالله، الموت بالسرطان، الموت بالاحتراق، الموت غرقا في البحر، الموت بأكل حيوان، الموت بسبب حية. إذن شنو يدفعهم؟ يدفعها على كلام الإمام أمير المؤمنين الصدقة. الصدقة شلون يدفعها؟ أكو في الأحاديث الصدقة تصعد والبلاء ينزل في الطريق، الصدقة تأخذ أمام البلاء. ليه خليته؟ أمواج إذن كلها حقائق علمية. إنا كنا نعتقد بهذه الأمور إيمانا، لكن الآن وجدناها حقائق علمية أيدها العلم. كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أن الإيمان الله، الاعتقاد باليوم الآخر، هذا أفضل شيء يزرع في البشر. أكثروا من هذا الإيمان، أكثروا منه. أي إنسان صديقك تحبه من رجل أو مرأة أو كبير أو صغير أو غني أو فقير، ازرع فيه الإيمان، هذا أحسن شيء عليك وأهديته له. لأن أولا نفسك ما ذكرنا، الشيء الثاني تلقائيا هذا الإنسان يشع خيرا، هذا الشيء الثاني. نأتي إلى الشيء الثالث يا إخوان ويا أخوات الجالسات هناك، للإنسان غير المؤمن هل تطمئن؟ هل لك ثقة فيه؟ هذا مو مؤمن، لا يعتقد بالله، ما المانع من أن يسرق؟ ما هو مانع؟ الإنسان المؤمن هو الذي لا يقتل الأبرياء. الرسول الأعظم في حديث الله يقول الإيمان قيد الفتح، يعني أنك إذا أردت أن تقتل إنسانا تتذكر إيمانك يقيده، هذا الإيمان ما يخليك تقتل ذاته. الإيمان قيد الفتح. الإنسان الذي يأتي ويتحدث معك، من قال هذا صادق؟ إذا ما عنده إيمان كاذب. أيها الإخوان، هل تأتمنون لإنسان غير مؤمن أن تجعل معه زوجتك أو بنتك أو أختك؟ ماكو إيمان. الإيمان إذا فقد عن الإنسان يعني إنسان وحش هائل، وانتهى كل شيء. معاوية يقول على منبر الكوفة ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا، وإنما قاتلتكم لأتمر عليكم. هذا الكلام مشهور، لكن هل تعلمون؟ اقرأوا الطبري وابن الجزري واقرأوا سائر الكتب التاريخية من السنة والشيعة أنه أحرق في مرة واحدة في اليمن 40,000 إنسان. إحراق، تقرأوا التواريخ. الحاكم غير المؤمن يقتل، ينسف، يحلق، ما عنده إيمان. لكن الحاكم المؤمن هو علي بن أبي طالب الذي سبه إنسان في وجهه فأراد أصحابه أن يأخذوه. الإمام قال لا مهلا، إنه سب بالسب أو عفو عن ذنب، وأنا أولى بالثاني. هذا الحاكم المؤمن. حاكم المؤمن يخاف الله. التاجر المؤمن يخاف الله. العالم المؤمن يخاف الله. الخطيب المؤمن يخاف الله. الكاتب المؤمن يخاف الله. الموظف المؤمن يخاف الله. المدرس المؤمن يخاف الله. كلكم تعلمون. أما إذا مدرس غير مؤمن، شلون تأمن عنده ولدك وبنتك وعند المدرسة؟ وإني ما أريد أن أذكر أرقاما كلكم قرأتموها في الصحف فتقرأونها. إذا مؤمن ما صار هذا المعلم ما يفيد، هذا المدرس ما يفيد، هذا العالم ما يفيد، هذا الحاكم ما يفيد. كان عندنا في كربلاء فرد طبيب، ما أريد أن أأتي باسمه وإلا بعض الأصدقاء الجالسين يعرفون اسمه،
تبين بعد مدة والحكومة عزلته وأجرمته في العراق قبل 15 سنة، تبين أنه يزني بنساء الناس في مطب. حبيب غير مؤمن منه يؤتمن منه أن زوجتك تذهب عنده وأن بنتك تذهب عنده وأن المدرس غير المؤمن؟ من يؤمنك أن تذهب ولدك عنده؟ من يؤمنك؟ لكن إذا كان الله، إني أخاف الله رب العالمين. آدم له ولدان، آبيل وقابيل، وله بنت، بنت واحدة لم تتزوج تسمى بعناق. والله خلق لهابيل وقابيل زوجتين جديدتين كما يقول الإمام الصادق. فتزوج هابيل بامرأة وتزوج قابيل بامرأة وصار بينهما أولاد، والأولاد صاروا أبناء عم، فتزوج بعضهم بعضا. هابيل وقابيل قربا إلى الله قربانا، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. زين، لأن قابيل قرب قربانا سيء وهابيل قرب قربانا حسنا، وجاءت النار وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل. قابيل قال لهابيل، شاهدنا في هذه الكلمة، لأقتلن. إنه ايش قبلت قربانه؟ حسد. لا أقتلنا. هابيل شنو أجابه؟ أجابه، شوفوا الإيمان الفرق، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنا أخاف من الله، أنا ما أقتل ناس. نتيجة شنو؟ يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل. الثقة، تذكرون يا آبائنا أنه قبل 30 سنة، وأنا أذكر هذا الشيء في كربلاء وكل الآباء يذكرون، كنا نبيع الدار بوريقة. تذكرون أو لا تذكرون أيها الآباء؟ ثقة، إيمان. لكن الآن تبيع الدار بطابو وكمبيالات وكل شيء، وإذا لا سمح الله ذاك المشتري إيمانه قليل لا يعطيك مع كل هذه الأمور، ويشتكي عليك في المحكمة. لأن إيمان ما، الإيمان إذا ما كل، القاضي يجب أن يكون مؤمن، وإلا شريح القاضي. الشاهد يجب أن يكون مؤمن يا إخوان، إذا الشاهد مو مؤمن يأخذ 5 دنانير ويشهد اعتباطا. أنا رأيت هذا الشيء من الاتفاق، ولو قصة هذه، أنا ما دخلت السراي في كربلاء مركز الشرطة وما أشبه إلا 3 مرات. ثالث مرة كانوا سيد مرتضى ماخذيه يريدون يودوه إلى ما أدري إعدام إلى شنو، فزرناه هنا. ثالث مرة ذهبت لأشهد على وقف، وفرد مرة ذهبنا إلى احتفال الإمام أمير المؤمنين نشاهد المحاضرة، لأنه كانوا مسوين خربطات نريد إرجاع الخربطات. 3 مرات أذكر دخلت السراي، أنا شاهد على وقف. وهذا القسم قبل 30 سنة تقريبا. هذا الشخص صاحب الوقف أخذني إلى المحكمة لأشهد. المحكمة قالت لصاحب الوقف لا يكفي شاهد واحد، وهذا شاهد واحد. قال كم شاهد تريد؟ قال 3 شهود. هذا ما شاهدته أنا شخصيا. قال 3 شهود، يعني هذا مع شاهدين آخرين، ولا أعلم الآن لماذا قال 3 شهود. قال خرج، أنا خرجت معه لأن أنا أديت الشهادة. جينا على باب السراي، على السلاح في كربلاء يسموه سراي مركز الحكومة. جينا على باب السراي وإذا تخوت موضوعه وناس قاعدين هالشكل، أنا ما أدري. صاح 2 منهم، تعال. قال شنو؟ قال عدي أريد تأدي شهادة، كل واحد طلع ربع دينار الطاهم. شنو الشهادة؟ أن هذا الوقت متوليه فلان، واقفه فلان، فلانه فلان، فلانه فلان. لا لا، أنا عملنا حقيقة. هذا الرجل كان صادق مو كان كاذب، لأني إني أعلم بالوقت وإني كنت من الشهود للوقت. لكن شوف الشاهد على ربع دينار جاء وشهد وقال بمحضر صار وحلف بالقرآن، ونفس الشيء يحلف هذا الشاهد على مرأة فلان مو لفلان ومال فلان مو لفلان. ولذا في الإسلام، الإسلام يقول شهادة غير العادل مو مقبولة.
القاضي إذا كان غير عادل مو قاضي، المجتهد إذا كان غير عادل لا تقلده، الإمام إذا كان غير عادل لا تقلد خلفه. إذا ماكو إمام شنو مانع من أن يشهد بالزور وأن يحكم بالزور وأن يعمل كيف ما شاء؟ الثقة. الفائدة الثالثة للإيمان الثقة. الفائدة الأولى الاطمئنان، الاطمئنان النفسي. الفائدة الثانية التموج الإصلاحي. الفائدة الثالثة الثقة بين الحاكم والمحكوم، وبين البائع والمشتري، وبين الجار والجار، وبين الزوج والزوجة، وبين الأب والولد. ثقة ثقة. فرد واحد أكو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤكد للشباب قراءة تاريخ رسول الله وأحوال رسول الله لأنها تاريخ عجيب. حرب أحد اتفقت في شهر رمضان كما يقول بعض المؤرخين، اتفقت في شهر رمضان حرب البدر، واتفقت أيضا في شهر رمضان حرب أحد. أحد أصحاب رسول الله يسمى بسعد بن الربيع، وهذا من الأنصار، لأن أصحاب رسول الله ينقسمون إلى مهاجرين وإلى أنصار. هذا الرجل سعد بن الربيع من الأنصار. في حرب أحد المسلمون قتل منهم جماعة وانهزم جماعة، وبقي مع رسول الله عدة قليلة. لما انتهت الحرب وانتصر الرسول بالنتيجة، لكن بعد أن قتل منهم جماعة، لما انتهى الحرب الرسول قال لأصحابه: يا فلان، قال لأحدهم: اذهب إلى هذا الجانب من المعركة، فإني رأيت سعد بن الربيع وقد أشرعت إليه 12 من الأسنة، يعني 12 من الكفار أحاطوا سعد بن الربيع، إنسان صامد مؤمن، فإذا رأيته حياً فأبلغه عني السلام. إذا رأيت هذا الرجل حي أبلغه عني السلام وقل له إن رسول الله يبلغك السلام. الراوي يقول: جئته وما رأيت سعداً، لأن القتلى مضرجين بالدماء وبينهم المسلم والكافر، ولا يعرف أيهم سعد وأيهم غير سعد. يقول: لكن رسول الله أمرني وقال في هذا الجانب من الميدان، فوقفت وقلت: يا سعد. ماكو جواب، مقتولين، أنا الصبح مقتولين. هل أكو جواب؟ يا سعد مقتول، ماكو جواب. يا سعد مقتول، ماكو جواب. يقول: قلت في نفسي إني أبلغ جثته سلام رسول الله، لأن الإنسان الذي قتل في سبيل الله حي يرزق فيسمع. يقول: قلت: يا سعد، في المرة الرابعة: يا سعد، إن رسول الله يبلغك السلام، وإذا بي أرى في أحد هؤلاء المضرجين بالدماء ارتعاشا وحركة، فتبينت إنه سعد، وإن كلمة رسول الله هي التي حركته. تبين أن معه نوع من الروح لكن الروح الضعيف، فارتعش وقال بصوت خافت ضعيف، قال: وهل رسول الله حي؟ لأنه أشيع في عسكر المسلمين والكافرين أن رسول الله قد قتل، قال: وهل رسول الله حي؟ قلت: نعم، إن رسول الله حي، وهو الذي أخبرني بأنك سقطت هنا وقد أشرعت إليك 12 رمحا، وهو الذي بلغك السلام. قال: صدق رسول الله، فإن 12 كافرا قد احتوشوني وهم الذين قد أردوني، لكن بصوت ضعيف. ثم قال لي: وعلى رسول الله السلام. شاهدنا في هذه الكلمة اللي الآن نقولها،
ثم قال أبلغ قومي الأنصار من السلام وقل لهم إن الله سبحانه وتعالى لا يعذر أحدكم إذا شاكت في رجل رسول الله شوكة وفيكم عين تطرف. هذه وصيتي. ثم خرج الدم من منخره وفمه ومات. لاحظوا اللحظة الأخيرة الإيمان يعني شنو؟ لا زوجة، لا أولاد، لا دار، لا ممتلكات، لا أي شيء. الإيمان. أبلغ قومي عن السلام وقل له لا عذر عندكم عند الله سبحانه وتعالى إذا شاكت رجل رسول الله شوكة، يعني شوكة راحت لرجل رسول الله، وفيكم عين تطرق، يعني لازم كلكم تموتون بعد ذلك شوكة تذهب إلى رجل رسول الله. يقول جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته بمقالة سعد. قال رسول الله رحم الله سعدا لقد نصرنا حيا وأوصى بنا وهو على طريق الموت. الإيمان بين الحاكم والمحكوم هكذا. الإيمان بين الزوج والزوجة. الإيمان بين الرجل والمرأة، بين الأخ والأخ. في الحقيقة نحن على الأكثر فقدنا بعض الإيمان أو كثيرا من الإيمان، وإلا إذا كنا مؤمنين بالله ورسوله ونقصد كنا يعني إحنا المسلمين العامة يعني 8 مليون، صدقوا كانت حالتنا غير هذه. الإيمان توجب الثقة. وفي التاريخ هذا القضية تتكرر وتتكرر. شبه هذه القضية في أصحاب الحسين، حبيب بن مظاهر ومسلم بن أوسجة، صديقان خرجا من الكوفة وجاء إلى كربلاء، وسقط مسلم بن أوسجة صريعا. جاء الحسين وصديقه حبيب. حبيب قال له يا مسلم هل لك وصية؟ عنده زوج، عنده أولاد، عنده دار، عنده بستان، عنده شخصية في الكوفة، مسلم بن أوسجة من سادة الكوفة. قال ما عندي وصية، وإنما أوصيك بهذا الغريب. وصيتي هذه إيمان. الرقم القياسي. نحن لما نقول للشباب وللشابات بالإيمان وبالدين وبالفضيلة، لأن الإيمان يجعلك إنسانا ثقة مخلصا وفيا. في الحقيقة الإيمان رأس كل الفضائل. الوفاء من الإيمان، الغيرة من الإيمان، حسن المعاملة من الإيمان، حسن التربية من الإيمان، بر الوالدين من الإيمان، صلة الرحم من الإيمان. انزع الإيمان من إنسان أي شيء ما فيه. نؤكد على الأصدقاء أولا أكتبوا الإيمان في أنفسكم، وكلما كان الإيمان أكثر فأنت أحسن. الشيء الثاني، أي صديق محبوب عندك من رجل أو امرأة أو قريب أو غريب فأسكب فيه الإيمان. إذا سكبنا الإيمان في المجتمعات وفي الشباب وفي الشابات يعمل الإيمان عمل القنبلة الهيدروجينية في نفس الإنسان، يغير الإنسان إلى إنسان صالح متق عامل شريف وفي مجاهد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.